بعد الحديث عن صفقة يجري من خلالها إزاحة أو تطهير عدد من القضاة، أشارت مصادر قضائية لقناة الجديد إلى أن الصفقة لم تنتهي بل جمدت مؤقتا في انتظار إعادة طرحها من جديد. في هذا الوقت تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الخميس دعوى الرد التي تقدم بها محامون نائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والدعوى هي طلب رد جديد تقدم به الطرفان أمام رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز بالانتداب القاضي ناجي عيد. وبعد التبليغ كفت يد القاضي بيطار وجمد عمله في ملف المرفأ، حتى بت هذه الدعوى المرجح أن يتم في أسبوعين بحسب المدة التي حددها القاضي عيد للانتهاء من تبليغ كل فرقاء الدعوة. وقبيل تبلغه دعوى الرد الجديدة، استقبل القاضي بيطار في مكتبه في قصر العدل وفدا من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، الذي أكد بعد الاجتماع التمسك بالقاضي ورفض التدخلات السياسية. نحن أكيد من الأول وهلأ وبعدين ما منتهم حدا أبدا، نحن مننطر القرار الظني اللي بيطلعه القاضي، وكلنا ثقة بالقاضي بيطار وبشغله. هاي البدلة منا لا للمساومة ولا للتسييس ولا لشخطة قلم يقيموا عنه قانون ويحطوا قانون. هاي البدلة إذا احترقوا بدهم يطلبوها، إذا غرقوا بدهم يطلبوها. هيدي البدلة فوق راسهم كلهم، وهودي الشباب بدهم ياخدوا حقهم من قلوبهم. يعني نحن أولادنا تشقفوا واحترقوا، مش تهني يعملوا مساومات ويعملوا انت شيل هاي وانا بحط هاي. بس هلأ رسالة لكل السياسيين، اذا بتريدوا فكوا عنا وعن القاضي. وأكد الأهالي أيضا أن قضية أبنائهم خط أحمر لا يمس.